مما لا شك فيه ان احنا مع مرور الزمن والتقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال، مع الضغوط النفسية في كل الكرة الأرضية، احنا بنوصل لمرحلة ان احنا نبقى تعبانين نفسيا. سرعة الحياة ما بقاش زي رتم زمان، زي ما كنا بنسمع مثلا أم كلثوم وعبد الحليم و و و و أنا بديكم مثل، يعني إن الأغنية بس اللي هي كانت بتدينا راحة نفسية ولو على الأقل لمدة ساعة ساعتين ثلاثة أغنية واحدة. دلوقتي بقت سرعة سريعة جدا. أنا بديك مثلا إن هي الأغنية بقت دقيقة دقيقتين ثلاثة، تقلب بسرعة، اقلب اللي جاي، اللي جاي أحسن، اللي جاي أوحش، اللي جاي وفي الآخر بديك مثال على الأغنية فقط، إنما في كل حاجة في حياتنا على فكرة إحنا بنمشي كده، بقينا بنمشي كده في كل حاجة، إذا كان في الأمور الاجتماعية، إذا كان في الأمور الاقتصادية، أو إذا كانت الأمور العمل بشكل عام، إذا كانت في حتى في علاقتنا ببعض في الشارع حتى، فأكيد في ضغوط نفسية. المبادرة اللي أنا هتكلم عنها النهاردة اسمها سايكو بارك. إيه هي بقى سايكو بارك؟ وايه هدفها سايكو بارك؟ وايه سايكو دي؟ احنا دايما زمان انت الراجل ده سايكو، الست دي سايكو، ايه سايكو؟ فعلا في حاجه اسمها كده سايكو يعني؟ طيب سايكو بارك معايا ضيفي الاستاذ احمد عاصم، مؤسس مبادره سايكو بارك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اهلا وسهلا. والدكتوره فاطمه احمد من احد معالجين مبادره سايكو بارك. صباح الخير يا فندم. صباح النور حضرتك. هبتدي بيك يا استاذ احمد، بما انك انت احد مؤسسي المبادره نفسه، ايه اللي خلاك تفكر في انك انت يبقى عندك موقع اسمه سايكو بارك بتحاول تعالج فيه او تدي نصايح فيه للبشريه؟ تمام. طيب بص، خلينا نتفق الاول ان الاسم مش عامل مهم قوي في الموضوع طبعا. هاويفر، انه كلمه بارك مع سايكو هم عاملين ميكس قوي جدا، انا شايف كده يعني. حلو، واسم حلو على فكره، مش وحش خالص. الناس كلها بتقول كده يعني. يعني هو الناس كلها يعني، لو انت تقول سايكو الناس سايكو، فلما الناس دول يقولوا لهم في بارك، فلو انا صاحب البارك دوت فدي حاجه تبقى بسطاني جدا يعني. فدي حاجه، ده الاسم. المجال نفسه بقى ان انا مهتم بمجال الهيلث ده عامه يعني. انا شغلي اصلا ليه علاقه بماركتنج وادفرتايزنج وبزنس وكده، انا مش طبيب يعني او مش معالج وكده، بس هو في عندي هيستوري، عندي بقى يعني باك جراوند في العيله. مثلا والدي الله يرحمه كان طبيب نفسي. انا مثلا في ناس كتير قوي اتعاملت معاها كانت عندها ايشوز، كان عندها مشاكل وكده، فبالتالي قلت طب ليه ما اعملش حاجه ليها علاقه بالتوعيه بالصحه النفسيه بشكل عام، عشان انا عندي بليف في اهميه الموضوع ده تحديدا، وان هو فعلا لو ركزنا فيه ممكن نعمل فيه يعني نبوست الموضوع دوت عند الناس، فالناس تبقى احسن يعني. وده الهدف الاساسي اصلا. طب انا لما هخش على الانترنت واكتب سايكو بارك بالعربي او بالانجليزي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لك سايكو بارك. اللي هو ايه بقى؟ هيطلع لك احنا عندنا كذا بلاتفورم. احنا عندنا ويب سايت بالانجلش وويب سايت بالعربي. عندنا فان بيج بالعربي، دي اللي هي الفان بيج الكبيره اللي عليها اراوند 200 وحاجه الف فان. وعندنا البيج تانية فيرجن تانية عملناها في اول السنه بالانجلش للناس اللي هم يفضلوا ان هم يتكلموا بالانجلش وكده، لان ده قطاع برضو كبير من الناس يعني. كويس. وعندنا اكونت على انستغرام وعلى تويتر، وعندنا جروب على الفيسبوك. دي كل البلاتفورمز اللي عندنا، وهي تقريبا كل حاجه يعني. مش فاضل حاجه على النت. احنا موجودين على النت في كل صور، سواء كانت سوشيال ميديا او تراديشنال ويب عادي يعني. طيب بما انك انت جات لك الفكره وقلت ان انا عايز اعمل هذا الموضوع بناء على خبرتك الشخصيه او الهيستوري بتاعك زي ما انت بتقول كده، وبعدين طلعت الويب سايت ده او الصفحات دي، ازاي بقى قدرت تضم الدكاتره؟ تمام. هو الموضوع خد كذا منحنى يعني، ممكن سريعا كده اقول لك يعني. انا بادئ سايكو بارك من سنه ونص تقريبا. هو الموضوع لما بدا كان هدفه ان احنا بنعمل توعيه بس بشكل مختلف. يعني بدل ما الناس كلها مش عارفه اصلا ايه الامراض ديت، والموضوع بقى ما ينفعش حد يتكلم بقى في امراضه بتاع ايه يا عم ده انت مسايكب بقى ولا لا ومش عارف ايه والكلام ده كله. فلا خالص، احنا بدانا ان احنا اللي نسف على الكلام دوت، واحنا اللي نتكلم باللغه بتاعت الناس اللي بتتكلم بيها، لان كل الناس اللي بتشتغل في الحته ديت هي اما حاجات مصطلحات لغه عربيه فصحى، يا اما هتخش هتسيرش على مرض فيطلع لك بقى دباجه كده وبتاع. لكن احنا اتكلمنا باللغه العاميه بتاعتنا العاديه. التون اوف فويس بتاعنا كان هو التون اوف فويس بتاع الشباب اللي هم بيتكلموا بيه دلوقتي، وبنحلل وبنتكلم في الامراض كلها وفي غير الامراض كمان في مواضيع تانية بطريقه سهله وبسيطه. احمد ما رديتش على سؤالي برضو، معلش انا اسف. ازاي ما ضميت الدكاتره بقى المتخصصين في ان هم
يقتنعوا بالفكرة ويخشوا معاك في هذا الموضوع. تمام. لما الموضوع كبر ولما الموضوع بدأ ينتشر على نطاق واسع قوي، بدأ ان في ناس يكلمونا، طب يا جماعة احنا عايزين نشارك معاكم. بلس ان انا كان عندي كونتاكت ليست كنت بكلمها انا اصلا من دكاتره او سايكوثيرابيست وكده، والله انا عندي كذا كذا كذا، حابين تنضموا معايا ولا لا؟ ومعظم الناس كانت بتبقى حابه، لان هي كانت شايفه ان دي حاجه جديده، حاجه فيها بوتنشال ان هي ممكن تخش الميه الراكده ديت، يعني تحركها شويه. وفي نفس الوقت هم عايزين يعملوا كده اوت اوف ان هم يعني مساعده، يعني تطوع، يعني عمل تطوع يعني. فهي فاطمه مثلا وبقيه التيم من الناس المتطوعين في الموضوع، عشان هم كانوا عايزين يعملوا حاجه كويسه، عايزين يساعدوا الناس يعني. حلو. ومن ضمن الناس اللي انضمت للاستاذ احمد الدكتوره فاطمه احمد من احد معالجي مبادره سايكو بارك، صح كده؟ صح كده. تمام. بعد ما انضميتي وقلتي انا اقتنعت بهذا الموضوع، ابتديتي تعملي ايه؟ هو كان في الاول كان الاتفاق انه هيبقى فيه هكتب حاجه على البيتش تشرح للناس الامراض النفسيه المختلفه وتشرح لهم ازاي ممكن يتخطوها. بعد كده وصلنا انه ممكن نعمل خدمه استشارات تليفونيه، بحيث اننا نحط ارقام لينا على البيتش، الناس تقدر تتصل بيها تعرض مشاكلها، نحاول اننا نحلها معاهم، وبالتالي يبقى الموضوع بالنسبة لهم مساعدة مفيدة أكتر من مجرد كتابة بوستات على الفيس. مع الوقت ابتدينا الموضوع يكبر وابتدى ينضم زملاء كتير، ويعني ابتدينا نحس بأهمية ده. طيب فاطمة، في حاجة اسمها اضطراب نفسي. تمام. وفي حاجة اسمها مرض نفسي. تمام. أوكي. إيه الفرق؟ هو الاضطراب النفسي بيبقى بداية المرض النفسي. بمعنى أنه ممكن الشخص يبقى عنده قلق توتر طبيعي، بس هو ما قدرش يتفهم اسباب قلقه وتوتره. القلق والتوتر دوت اضطراب نفسي، ما قدرتش انا استوعب اسبابه، ما قدرتش اتعامل معاها كما ينبغي، ما قدرتش ان انا اتكلم فيها مع حد يفهمني ويقدر دوت ويحاول انه يتعامل معايا بايجابيه فيها. فبالتالي القلق والتوتر دوت هيزيد لدرجه انه ممكن يودي للمرض النفسي بقى، اللي هو زي الاكتئاب او اضطرابات الشخصيه اللي هي الشخصيات الحديه. فنبتدي هنا بقى نلاقي انه الاثار ابتدت تبقى اكتر مع المرض النفسي وتبقى معالجتها صعبه. احنا من ضمن الظواهر الأساسية في المجتمع، المجتمعات كلها مش بخصص مصر بس، انه من كتر ما في ضغوط 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 الانسان بيبقى عصبي زيادة عن اللزوم طول جداً. الوقت بنشوف حتى زمان يا احمد الخناقات حتى في الشارع ما كانتش بتبقى بالشكل ده او بهذا الكم اللي موجود في المواصلات، ولا موجود في المرور، ولا يعني او في الشارع بشكل عام. فعدد كبير من البشريه وصل للنرفزه بقت زياده عن اللزوم، ده سببها ايه؟ هو اولا كتر الضغوط اللي الناس بتقابلها في حياتها، يعني حاليا الضغوط الماديه بقت مبالغ فيها، الفرد بقى بيتعرض لكميه مطالب ماديه محتاج انه يلبيها كتيره جدا. فما بيبقاش عنده الوقت انه يقعد حتى مع نفسه كده يحاول انه يهدى او يخرج او يعرف يحط خطط لنفسه يتخطى المشاكل اللي عنده ازاي. هل ماديه بس؟ لا، هي مش ماديه، هي ماديه ومعنويه. كل الضغوط اللي بتبقى حوالين الشخص ما بقاش في وقت ان انت حتى تخرجها. فكره السرعه المستمره والتحرك المستمر بسرعه زياده عن اللزوم خلت الناس ما تبقاش قادره حتى فاضيه انها تتكلم. فكل دوت بقوا بيخزنوه وبيطلع في اول فرصه ضغط، نرفزه عصبيه، ما بيصدق انه يطلع كل اللي جواه وبيطلع مكبوت طبعا، فبيطلع بصوره سيئه ومبالغ فيها. فدوت اللي بيخلي العصبيه تبقى زايده والخناقات تبقى مبالغ فيها. وفي حاجه ثانيه، اتفضل، انه الاضطراب النفسي او المرض النفسي زي امراض كتيره بالعدوى. انت لو قعدت مع شخص هو برضو عنده ضغوطات كتيره، وقعدت انت ممكن ما يبقاش عندك نفس الضغوطات بتاعته، بس مجرد ما يحكي لك ويتكلم معاك بتحس انه عداك، فبتحس انك قايم شايل طاقه سلبيه كتيره جدا وما انتش قادر تفرغها، لان اللي قدامك دوت هو مليان على اخره، وما انتش حتى عارف انك تصدق انها مش عندك من كتر ما الكلام فيها اقنعك انها بقت موجوده. فده بيخلي برضو الدنيا تبقى اكتر صعوبه، وبيخلي انه الاشخاص طول الوقت مشحونين ومضغوطين. طب انا هرجع لك تاني بسؤال كده خاص بالتكنولوجي اللي احنا وصلنا لها دي، وانه طول الوقت الشعب او الشعوب يا اما ماسكه الموبايل يا اما ماسكه التابلت وطول الوقت على الحكايه. طب امتى حسيت يا احمد انك انت رايح ناحيه النجاح؟
في الفكره اللي انت عملتها امتى؟ يعني ايه المؤشرات اللي حصلت فده لا ده انا ناجح جدا وانا هركز في الحكايه دي؟ تمام، في طبعا حاجات حصلت اون جراوند كتير. يعني اول نجاح كان هو في موضوع اللي هو التليفون سايكو بارك ده. الموضوع اول ما بدا ان هو يتنقل من ان هو مش بس احنا بيج او ويب سايت على الفيسبوك او وات ايفر، يعني لان احنا بنعمل حاجه اون جراوند والناس بتكلمنا، ده كان اول ستيب للنجاح. وفي الفتره ديت انا فاكر يعني كان في دكاتره كتير قوي كلمتني وبتاع وبتقول لي لا مش صح اللي بتعمله دوت ومش عارف ايه وبتاع، لان هم حاسين انه ده ممكن يبقى ترند اصلا، لانه في ناس كتيره ممكن تبقى فاكره ان هو لا مش عايز يروح لدكتور نفسي، مش عايز اقعد عنده، الكشف غالي اصلا، مش عارف ايه، حاجات زي كده. فانا في بارت من البارتس دي انا سهلت عليك حاجات كتيره من ديت، ان انت هتتكلم في التليفون، انت مش هتعمل اي افورت يعني فظيع، فانت هتتكلم في التليفون وهتحاول ان انت توصل لحد يحكي، انت هتحكي له مشكلتك هو يحاول يساعدك يعني. فدي كانت اول بارت. وبعد كده بدانا ان احنا نشتغل على كامبينز ديديكيتد لحاجات معينه. ده كان البيك يعني بتاع النجاح عندنا. ان احنا عملنا مثلا كامبين كان اسمها ما اتجوتش، اللي هي اللي انتوا بتعملوا صورها دلوقتي دي. انت ايه؟ اللي اسمها ما اتجوتش. ما اتجوتش؟ اه. الكامبين ديت كانت هدفها ان هو لما حد يجي يقول لك انا مش عارف عندي ايه، مش لازم ترد عليه الرد اللي هو انت حافظه. يعني مثلا يجي يقول لك انت مكتئب تقول له معلش. فدي كانت اول حاجه في الكامبين، اللي هو نلغي كلمه معلش دي اصلا عشان كلمه ملهاش اي ثلاثه لازمه. لما حد يقول لك انا بفكر انتحر مثلا، هتقول له ايه ده وهتموت كافر؟ طب وده برضو حاجه تانية تتلغي، لان هو اصلا بلاش دخول الدين في الموضوع اساسا. هو اللي عايز ينتحر ده عنده ايشو، عنده مشكله ومحتاج حد يقعد معاه ويتكلم معاه، مش محتاج يعني محتاج دكتور، مش محتاج شيخ او قسيس وات ايفر. فبس فالكامبين دي عملت بوم رهيبه يعني على السوشيال ميديا. كويس قوي. ويعني راحت في حته ثانيه خالص يعني، وايفن يعني جالنا منها مسجات يعني حاجه شبه تهديد وحاجات زي كده، ولا وانتوا كده دخلتوا في حته ما ينفعش تتكلموا فيها ومش عارف ايه وبتاع. لان احنا ايه الحته اللي احنا بتكلم فيها ده؟ انا بحاول ان انا اساعد الشخص اللي بقى تعبان نفسيا. حلو. هي انت عندك هنا مشكلتين. اول حاجه الشخص اللي تعبان نفسيا ده هو عنده شويه قلق كده من ان هو الموضوع يبقى ظاهر للعلن كده. تمام. وده احنا ده دورنا، احنا بنعمل ايه اصلا مينلي؟ احنا بنعمل توعيه. تمام. يعني احنا بنقول اصلا رسالتنا ان هو عادي، مش عيب يا جماعه. انا رايح النهارده للدكتور نفسي. دي حاجه عاديه جدا، مش حاجه تقلل منك في حاجه. ده حقيقي. وانك انت تتكلم عن ايشوز عندك، او حتى تسيرش او تقرا عندنا مثلا على البيج او على الويب سايت البوستس اللي بنكتبها، اللي هي اصلا فيها ارتكل مثلا عن القلق مثلا، هتعرف فينا معلومات انت اكيد مش عارف ليها علاقه بانت ليه ظهرك وجعك مثلا. وتكتشف ان ده انت عندك قلق مثلا، عندك توتر، مش انت ظهرك عندك مشكله مع الدكتور. تمام. وهكذا. طيب دكتورة، هل مجرد استشارات فقط ونصايح فقط، ولا ممكن تكتبي له دواء؟ هو هنا في فرق حضرتك. انا معالج نفسي مش طبيب نفسي. حلو. الطبيب هو اللي بيبقى عنده القدره انه يوصف الادويه. كويس. لان هو اللي بيبقى عارف الاثار الجانبيه وبيبقى عارف كل خواص الادويه وتنفع مع اني مرض بالظبط. حلو. ديت بتبقى خطوه بس فيما بعد يعني. هو الاول لو انا جات لي استشاره تليفونيه وانا بتكلم مع الشخص، انا ببقى عايزه اعرف هو عنده مجرد اضطراب ولا عنده حاجات تانية اصعب، يعني عنده اعراض مرضيه ملهاش تفسير، زي انه يبقى عنده الم في المعده، انه يبقى عنده صداع متكرر، انه يبقى عنده عدم نوم، اوهام، تهيؤات، بيسمع اصوات، في بيشوف خيالات ما مش موجوده في الواقع. هنا لما ببتدي اعرف انه عنده الاعراض ديت، ببتدي احوله لحد من الدكاتره اللي مشتركين معانا في البيتش، ويبتدي هو بقى يوصف له الادويه. انما دوري انا في اني اعمل ده برضو عن طريق التليفون وعن طريق الانترنت، ولا بيبقى في القاء بقى؟ هو هنا بقى لو هيروح للدكتور النفسي او الطبيب النفسي بيبقى في زياره. بس بيبقى معروف ان هو تبع سايكو بارك. فهو بيروح له، بيبقى فيه زياره ليه، وهنا هو بيوصف له ادويه، وانا بشتغل على الجانب الثاني بقى اللي هو تعديل سلوك، تغيير معرفه الشخص عن نفسه، تنميه ثقته في نفسه، عشان بالتالي بعد ما ياخد الادويه والاعراض تختفي يقدر يتخطى الموقف بالكامل، فما يرجعش ثاني المرض يظهر عنده. اعتقد يا دكتوره، اعتقد يا استاذ احمد، انه واحد من اهم الخطوات في المشروع بتاعكم ده هو ان الانسان نفسه ياخد القرار انه يتكلم بكل صراحه مع نفسه. صح. تمام. يا جماعه انا تعبان، لان في كتير جدا يا دكتوره ما بيبقاش عنده الاحساس، او عنده ما عندوش الاحساس ان هو ممكن يعترف ان هو تعبان،
وان هو مجرد ان هو يطلع ويقول انا تعبان ده حاجه تهين كرامته مثلا. تمام. ازاي بتتغلبي على الحته دي؟ هو الاشخاص اللي بيتصلوا في الاول هو مش بيقول انا تعبان، هو بيقول انا بقالي فتره مش عارف انام كويس، بقالي فتره مش مرتاح، بقالي فتره حاسس انه انا مش متظبط، مش عارف اعمل شغلي، مش عارف ادي حياتي، مش عارف اعمل اي انشطه انا بعملها في المعتاد. ببتدي انا بقى بتكلم معاه في انه طب يا ترى انت بتحس بده بقالك قد ايه، فتره قد ايه، طيب ايه اكتر حاجه مخلياك حاسس بالشعور ده. ببتدي واحده واحده بالكلام وبالاسئله ببتدي افهمه انه ممكن يكون عنده مشكله وهو مش راضي يعترف بيها، وانه لو حاول انه يفهم انه المشكله ديت قبل انها تتحل هيبتدي يعترف انه لا انا فعلا تعبان وعندي مرض نفسي مهين، ويبتدي يعترف بيه ويمشي في خطوات العلاج. احمد، قبل لما ينضم ليك الدكاتره انت طبعا اكيد بتستفسر عنهم. ازاي؟ انا بس بطمن اللي بيخش على هذا الموقع انه يا جماعه احنا ممكن نثق في هذا الموقع. شور. هو كل يعني انا اكيد بيحصل بينا مكالمه او اكتر من مكالمه وبنتقابل، وهم كلهم بيبقوا حد سيرتيفايد، يعني حد واخد شهاده ومعاه ماجستير. دكتوره فاطمه معاها ماجستير مثلا، معانا دكاتره هم اصلا دكاتره، معانا مثلا دكتوره نهله السيد ناجي دي استاذه بجامعه عين شمس، يعني لا هم اكيد بيبقوا اسامي اصلا اوريدي تقريبا معروفه، والناس دي اوريدي انت اوريدي الدكاتره دي كلها انت بتشوفهم وتقعد معاهم وتتكلم معاهم وكده. طبعا. مش مجرد من بعيد كده وخلاص. لا احنا بنعمل اجتماعات دوريه ما بين الفريق. تمام بشوفهم. وبتعمل ده؟ بنعمل طبعا اجتماعات. تمام. وبالفعل انت حاسس انك انت وصلت للنجاح ده انك انت تعمل التوعيه دي؟ لا. ليه؟ عشان الناس مش جاهزه لسه للي احنا بنعمله ده. بمعنى دي مفاجاه بقى في اخر اللقاء ده. لا والله ما مفاجاه ولا حاجه. لا فهمنا. بمعنى أكثر. ان احنا بدانا ده كبروجكت. تمام. وهو اصله انيشيتيف، ده مبادره. تمام. مش مشروع ربحي خالص. بس هو الهدف من الموضوع ان هو لما احنا نوصل لمرحله معينه في ناس مفروض من المجتمع يحاولوا ان هم يتكلموا معانا او يتواصلوا معانا يحاولوا يساعدونا. لان هو الموضوع فروم داي 1 لحد اللحظه اللي انا قاعدين فيها دي انا المتولي الموضوع ده تماما. فطبعا انا شخص انا ليا ليميت معين وبعدها هاف. فهو انا وصلت للليميت ده وللاسف بعد الليميت ده ما وصلت له، الموضوع شبه متوقف يعني حاليا. اوريدي كنت الناس كلموني وكنت انا كلمت ناس هم كانوا عايزين زي فاندو يعني الموضوع. ايفن حتى مش فاندنج بفلوس، فاندنج تكنيكال يشاركوا الموضوع باي نوع من انواع المشاركه يعني. كويس. بس هو طبعا زي ما انت عارف احنا مش باصين للحته دي قوي في مصر. كان في حتى براندز كانت اتكلمت معايا حاجات طبيه، ايه ده انتوا بتعملوا حاجه حلوه قوي واحنا عايزين نبقى موجودين معاكم وبتاع. لكن ساعه التنفيذ ما تمش الكلام ده خالص. لاسباب فيها حاجات طبعا انا ما اعرفهاش، بس هو السبب المين اللي هو لا برضو انا هروح اسبند مثلا لو معايا بادجت مثلا سي اس ار او وات ايفر ايه البادجت اللي معايا هروحها في حاجه من الحاجات اللي هي المشهوره وات ايفر يعني اسامي يعني بس حاجه سرطان قلب مش عارف ايه كده عشان ده اللي هيجيب ليا اللي هو اللي انا عايز اعمله اصلا اللي هو الورد اوف ماوث اللي هو الناس تبرعت مش عارف ايه الناس تبرعت ليه. لكن انا عندي بليف ومش انا بس يعني ناس كتير قوي انه المجال الصحه النفسيه هو مهم جدا طبعا زي اي مجال طبعا لان هو ده اند اوف ذا داي ده حياتك انت الشخصيه يعني انت ممكن يبقى عندك مرض كبير وبتاع لكن لو انت عندكش مرض بس انت اصلا مش عارف تعيش فهو انت ملوش لازمه حتى لو جالك مرض لان انت اساسا مش عايش. فالموضوع اكيد مش هيمشي بفكره بس انه فرد يقعد يصرف من معايا او ان هو يسبند. تمام. والموضوع طبعا ديفينتلي محتاج ديديكيشن وصرف معين عشان نقدر نوصل للناس. وده انا للاسف مش قادر احققه دلوقتي يعني. اتمنى انك انت تقدر تحققه لانه زي ما انت قلت من انت نفسك قلتها انه لسه احنا عندنا الثقافه دي اساسا في انك انت تتكلم في موضوع الضغوط النفسيه و لسه واحده واحده بتتحرك. تمام. ان شاء الله تبقى فيه افضل وافضل لموقعك ده والخطه بتاعتك دي. استاذ احمد عاصم مؤسس مبادره سايكو بارك والدكتوره فاطمه احمد من احد معالجين مبادره سايكو بارك نورتونا يا فندم وشكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب. انتوا بتعملوا حاجه مهمه جدا انك انت توعي الانسان باهم حاجه في حياته هي نفسه.
نفسه واحساسه ومشاعره وضغوطه دي واحد من اهم حاجات اللي ممكن ان احنا نوعي بيها البشريه بشكل عام. شكرا لحضرتك. العفو. شكرا. فاصل وراجعين حالا.